مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من المرأة في الحدث. نبدأ حلقتنا اليوم من السودان، حيث خرجت المئات من النساء السودانيات للتنديد بظاهرة الاعتداء الجنسي ضد متظاهرات. أما في فلسطين فسنتحدث عن أم فلسطينية تبدع بصنع كتب تفاعلية للأطفال لإبعادهم عن خطر الأجهزة الذكية. ولدينا وقفة في إيران مع المعمرة فاطمة نوروزي التي تبلغ 122 عاما لتكون أكبر شخص يتلقى لقاحا مضادا لفيروس كورونا. وباقة من الأخبار الاجتماعية والثقافية، ابقوا معنا. خرجت مئات السودانيات إلى الشارع للتنديد بظاهرة الاعتداء الجنسي ضد النساء في البلاد، وطالبت النساء بإحقاق العدالة لإنصاف المتظاهرات اللواتي تعرضن للاعتداء الجنسي. لنشاهد معا. تنديدا بظاهرة الاعتداء الجنسي ضد النساء بالسودان، نزلت أكثر من 1000 امرأة سودانية إلى الشارع الخميس، بعدما أفادت الأمم المتحدة بتلقيها 13 بلاغاً بأعمال عنف جنسي وقعت خلال التظاهرات الحاشدة المنظمة بمناسبة الذكرى الثالثة لبدء الاحتجاجات، بحسب ما نقل مراسل وكالة فرانس بريس. وحملت النساء لافتات كتب عليها شعارات من قبيل الاغتصاب لن يوقفنا، ونساء السودان أقوى والردة مستحيلة. وحملت نحو 150 متظاهرة رسالة إلى مفوض مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في الخرطوم، مطالبات بإحقاق العدالة لإنصاف المتظاهرات اللواتي تعرضن للاعتداء الجنسي في 19 من كانون الأول، وأيضا لكل السودانيات من ضحايا الاعتداء الجنسي الفردي أو الجماعي منذ بداية الحرب في دارفور عام 2003. وشارك أيضا نحو 1500 شخص غالبيتهم من النساء في وقفة احتجاجية أقيمت في أم درمان شمال غرب الخرطوم وفق ما أفادت وسائل إعلام عالمية. وكانت حوالي 50 جمعية من المجتمع المدني قد دعت إلى تنفيذ تحركات في قرابة 15 مدينة، مع إفادة الأمم المتحدة بين الحين والآخر بوقوع اعتداء جنسي خصوصا على يد قوات الأمن أو القوات شبه العسكرية الرديفة لها في دارفور. وأفادت الأمم المتحدة بوقوع 13 حالة اعتداء جنسي. وقالت ليز ثروسل المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومقرها جنيف في بيان إنهم تلقوا بلاغات بأن 13 امرأة وفتاة تعرضن للاغتصاب أو الاغتصاب الجماعي. وطالب كليمان فول مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات السلطات بمحاسبة المغتصبين ومرتكبي أعمال العنف الجنسي. أقام مجلس الشباب المصري في العاصمة المصرية القاهرة مؤتمر تحت شعار دور المرأة في نشر السلام، لتوضيح دور المرأة الفعال في نشر الأمن والسلم ومساعدتها المؤثرة في نشر التسامح بالمجتمعات. وانعقد المؤتمر بمشاركة مختلف الدول العربية لمناقشة هذه القضية. لتفاصيل أكثر نتابع التقرير التالي. المرأة هي منبع السلام والأمن في العالم منذ القدم، بالرغم من تعرضها إلى صنوف وألوان من العذاب والاضطهاد والعنف، سواء كان من قبل المجتمع أو الأسرة أو حتى في الحروب والنزاعات المتواجدة حول العالم. المرأة ليها دور هام جدا في دعم السلام والتسامح في المجتمعات، في إنشاء أجيال يعني بتهدف إلى السلام، في فهم دور المجتمعات وأهمية أن يسود السلام في المجتمعات العربية ومجتمعات الشرق الأوسط، أهمية دور المرأة وأهمية تمكينها، وأهمية أن المرأة تفهم دورها وأن هي تبقى مقدرة للي هي بتعمله. دور المرأة في نشر قيم السلام والأمن دور مهم جدا، وخصوصا عندنا مكون
الرئيسي وهو مكون الوقاية، إن مش شرط بس دول النزاع أو دول الصراعات اللي تتكلم في هذا النوعية، ولكن كمان عشان نبدأ نشتغل على ملف الوقاية محتاجين إن يكون عندنا وعي، يكون عندنا إدراك، يكون عندنا كمان إيمان حقيقي بعدالة القضية، وإن إحنا لازم بالفعل إن الكل يتكاتف من أجل أن نصل إلى مجتمع عالمي ينعم بالسلام وبالتسامح. في محاولة لوقف أنواع الاضطهاد والعنف الموجه للمرأة، أصدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 الذي يبحث على دور أكبر للمرأة في دعم السلام والأمن، خاصة في مناطق الحروب والنزاعات، وكما يساعد هذا القرار على مشاركة المرأة في صنع القرار على الصعيد الأمني وتمكينها بشكل أوسع في المجتمع. دور المرأة في السلام زي ما قلت لهم أنه دور حيوي جدا، لأن المرأة مسؤولة عن أسرة وأطفال طبعا ونشأ، فبالتبعية هي أهم حاجة أنها تعلم النشأ الصغير من صغره أن هم يتعاملوا بسلام وتسامح سواء مع جيرانهم مع زمايلهم في المدرسة، وبالطريقة دي بيقدروا ينشأوا على هذه الوتيرة. كما نعرف نعيش نحن في منطقة كلها صراعات، بلدان فيها الحروب وفيها نزاعات، النساء هي من تدفع ثمن هذه الحروب، تدفعها من أطفالها وتدفعها من أبنائها وتدفعها من رجالها، وبالتالي فإن نشر ثقافة السلام أعتقد أنها مهمة جدا، وأنه النساء هن الأقدر على نشر هذه الثقافة. لنشأ مجتمع خال من التطرف وأعمال العنف والإرهاب، يجب وقف أعمال العنف ضد المرأة وإعطائها كافة حقوقها، فهي مصدر كل شيء، هي المنشأ الأساسي للمجتمع والجزء المؤثر فيه، لذلك يجب تفعيل الاستراتيجية الداعية إلى زيادة مشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار. منذ بداية الخليقة وكانت المرأة هي السكن وبداية السلام، لتستمر أدوارها ولتبقى أيقونة لنشر السلام في كل مكان. مريم سعيد، اليوم، القاهرة. شاركت العشرات من النساء الفلسطينيات بقطاع غزة في وقفة احتجاجية أمام مبنى الصليب الأحمر للمطالبة بدورة التدخل للإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات من السجون الإسرائيلية والعمل على إنقاذ حياتهن، خاصة في ظل ما تعرضن له من تعذيب وممارسات لا إنسانية في تلك السجون والتي زادت خلال الأيام الماضية. لنتابع. شاركت العشرات من النساء الفلسطينيات في قطاع غزة بمسيرة حاشدة دعما وإسنادا للأسيرات داخل السجون الإسرائيلية للتعبير عن رفضهن لما يتعرضن له من اعتداءات تنفذها إدارة مصلحة السجون بحقهن إثر رفضهن العقوبات الجماعية التي قررتها إدارة السجن، خاصة في سجن دامون، تتمثل بحرمانهن من الكانتينة وزيارة الأهالي وفرض غرامات مالية. اليوم جئنا لنكون عونا وايدا مانعة وساندة لأسيراتنا الأبطال بعد الحملة التعرض والتنكيل التي تعرضنا إليه داخل سجون الاحتلال. جئنا لقول للسجان والسجون بأن الأسيرات ليس وحدهن، ومعركة السجون لن تكون داخل السجون فقط بل ستكون خارج السجون. المسيرة التي استقرت أمام مبنى الصليب الأحمر بغزة طالبت المشاركات فيها المؤسسة الدولية بضرورة تحمل مسؤولياتها تجاه الأسيرات والعمل على الإفراج عنهن وإنقاذ حياتهن. هم انحبسوا لأنهم هم بيطالبوا بأبسط حقوقهم باسترجاع أراضيهم، بحريتهم، بأنهم يعيشوا بكرامة. اليوم هذه الوقفة ليس وقفة لرفع الرايات فقط، إنما نطالب الصليب الأحمر بإخراج هذه الأسيرات لما يتعرضن له من انتهاكات. ومنذ العام 67 وحتى الآن اعتقلت إسرائيل أكثر من 15,000 فلسطينية، أكثر من 30 أسيرة ما زلن داخل السجون تمارس عليهن شتى أساليب التعذيب من ضرب وعزل وتهديد، إضافة لسياسة الإهمال الطبي في محاولة إسرائيلية لكسر إرادتهن. الانتهاكات التي يتعرض بها الاحتلال للأسيرات بشكل دائم ومستمر في حملة متصاعدة شرسة جدا تعتبر هي محاولة للنيل من عزيمة الأسيرات هي مرفوضة لدينا كفلسطينيين. نرفض بشكل حقيقي وواقعي وصادق كل محاولة اعتداء على هذه الأسيرات، ولن نسمح للعدو بأن يتمادى في هذا السياق.
يشار إلى أن 3 أسيرات أعلن إضرابهن المفتوحة عن الطعام على أن تنضم إليهن باقي الأسيرات على مراحل، رفضا لما يتعرضن له فيما تتواصل الفعاليات الرسمية والشعبية المساندة لهن. وفي الجزائر، من خلال مشروع صغير، استطاعت السيدة الجزائرية ليلى صاحبة محل باب ليلى أن تجمع منتجات تقليدية نادرة في الأسواق من مختلف الأماكن في البلاد، كما مكن مشروعها العديد من النساء إيجاد فرصة عمل تمكنهن من تحقيق استقلاليتهن. التفاصيل في تقرير مراسلتنا سارة بانا لنتابع. كان عليك سابقا أن تقطع مسافات كبيرة لكي تتمكن من الحصول على بعض المنتوجات النادرة، لكن ليلى بمشروعها استطاعت أن تجمع بين الشرق والغرب، الشمال والجنوب، وتشكل متجرا صغيرا يضم بعض أسرار الجزائر. ليس مجرد متجر صغير، بل باب يفتح لك المجال لتتعرف على أسرار البيت الجزائري. منتجات من مختلف أنحاء الوطن جمعتها ليلى بعناية، مساهمة بذلك في المحافظة على تراث الجزائر. حليت باب الحرفيين الجزائريين اللي يحبوا يقدموا منتوج تاع الولاية تاعهم، وسورتو يسوقوه. حبينا نسوقوا المنتوج الجزائري، نعطوا وجه للجزائر بلادنا. على غرار بيع منتجات نادرة، تساهم ليلى من خلال تعاونها مع حرفيين في دعمهم وتطوير مهاراتهم من خلال ترسيخ الفكر الاستثماري. المنتوج يجي هنايا اون فراك، المرأة تجيني تقول لي فوالا انا يا مبدعة في هذا الشيء ولا هذا الشيء، نقول لها وريهولي ولا يعجبني ندوزو لي زاناليز، ومن بعد هذاك المنتوج نرجعوه اون مارك avec étiquette avec date de fabrication date d'expiration le logo. أمينة إحدى المتعاونات التي فتح لهن باب ليلى ومكنهن من عرض منتجات محلية يصعب إيجادها في الأسواق. باب ليلى فتحتنا بلاصة وين نجمعوا كامل الولايات الجزائرية، وين توفروا لنا المواد الغذائية ولا التجميلية، ومنهم أنا يا استفدت من هذه الناحية، استفدت كثير، جبت المواد الصحراوية واللي وريت نحطهم هنايا في باب ليلى، واللي لاقت استحسان كبير من قبل الجزائريين. عشرات الحرفيين تمكنوا من الالتحاق بباب ليلى، حرفيون شكلوا توليفة عطرية وقعت بتفاصيل وطن يلخص العالم. من الجزائر سارة بانا اليوم. ومقال اليوم للكاتبة مارلين سلوم تتحدث فيه عن اللغة العربية، نتابعه بعد فاصل قصير. الكاتبة مارلين سلوم موضوع مقالها عن اللغة العربية بمناسبة 18 ديسمبر كانون الأول، اليوم الذي حددته اليونسكو اليوم العالمي للغة العربية، لتتحدث عن مكانتها ودورها. لنتابع المقال معا. حين نقول إن لغتنا العربية تراجعت كثيرا، هل نملك الإحصاءات الكافية والدقيقة التي تؤكد هذه الأحكام مقارنة بباقي لغات العالم؟ ربما نتحدث عن لغتنا ومكانتها من منظورنا العاطفي ومن واقع حالها بين شبابنا وأطفالنا الذين نراهم يميلون إلى التحدث بلغات أجنبية ويتباهون بركاكة عباراتهم وتلعثم ألسنتهم حين يقررون الكلام بلغة آبائهم وأجدادهم. الجهة المحايدة في مثل هذه الدراسات أو الإحصاءات هي منظمة الأمم المتحدة، التي تؤكد اليوم أن هناك أكثر من 420 مليون شخص في العالم يتحدثون العربية، وهذا الرقم ربما يفاجئنا، لكنه خير دليل على مدى انتشار العربية وعلى أنها من أكثر اللغات شيوعاً في العالم، ناهيك بكونها واحدة من بين 6 لغات رسمية اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة وواحدة من اللغات الأربع الأكثر استخداماً في الإنترنت.
هذه المعلومات تكشف لنا حقيقة موقع العربية اليوم في زمن العولمة والانفتاح على العالم الخارجي والتواصل المستمر بين كل شعوب العالم عبر مواقع التواصل والتواصل الحضاري الذي حددته يونسكو موضوعاً لليوم العالمي للغة العربية هذا العام في 18 من ديسمبر كانون الأول. في عيون الآخرين تبدو العربية أجمل مما هي في عيون أبنائها، رشيقة محبوبة تملك من السحر ما يكفي لجذب الغرباء عنها فتحثهم على اكتشاف أسرارها. في عيونهم هي مدللة تتمايل بين الشدة واللين في حروفها، عريقة بتاريخها، حاملة لكنوز الأدب والعلم والثقافة، جامعة للشعوب العربية. أن تعرف حقيقة أن العربية هي من أكثر اللغات انتشاراً في العالم، فهذه ليست مجرد معلومة تسعدك وتدعوك للفخر كونك أحد أبناء هذه اللغة، إنما هي رسالة مباشرة لك ولكل من تعد العربية هويته، ودعوة مباشرة أيضاً كي يتحمل المسؤولية ويواجه الواقع ويسهم في صون كرامة لغته وهويته وإعلاء شأنها والدفاع عنها بدل نبذها من أجل التمسك بلغات بديلة. الانفتاح على لغات العالم يزيدنا ثراء إذا أضفنا إلى كنزنا الذي نملكه كنوزا أخرى، ويفقرنا إذا استغنينا عما نملك من أجل استبداله والتنكر له وكأنه دليل ضعف أو نقص. إذا كان للغتنا العربية دور تاريخي وعالمي وثقافي مهم، فلكل منا أيضا دور لا يقل أهمية، وعلينا مسؤولية ينبغي أن ندركها حتى نحافظ على مكانة لغتنا وعراقتها ودورها وننشرها بصورة تزيد من جمالها ونزداد فخرا بها. مستمرون معكم لكن بعد هذا الفاصل القصير. فلسطينية كتبا تفاعلية من ورق معاد تدويره وقماش، حيث جاءتها الفكرة حينما طلبت ابنتها التي تبلغ 10 سنوات أن تعمل لها كتابا على غرار الذي رأته على الإنترنت. ومنذ ذلك الحين تصنع الأم الكتب التفاعلية لطفلتها والعملاء الآخرين. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. بعد طلب ابنتها صنع كتاب على غرار الذي رأته على الإنترنت، خطر للأم الفلسطينية غالية صالح مشروعا لصنع الكتب التفاعلية للأطفال باستخدام ورق معاد تدويره وقماش لإبعادهم عن خطر الشاشات الإلكترونية. ويمكن استخدام كتاب غالية كأداة تعليمية وأيضا كوسيلة بديلة للترفيه بدلا من رؤية طفلتها تضع عينيها في شاشة الهاتف المحمول طوال الوقت. ومنذ ذلك الحين جمعت غالية صالح العديد من الكتب، وأصبحت لديها قاعدة عملاء يطلبون كتبا للأطفال أيضا. اجت فكرة مشروعي كتابي الأول مع ماما غالية من بنتي سارة، كانت شايفة هذا الكتاب في إحدى وسائل التواصل وطلبت مني أعملها هذا الكتاب. للحقيقة كان وقتها إشي صعب علي، لأنه أنا ما كان عندي وقتها ميول فنية وما كنت مكتشفة أنه عندي موهبة فنية بوقتها، فعملت لها الكتاب بس تلبية لرغبتها كبداية. بعدين تحولت كهواية، حسيت حالي انه في عندي طاقة فنية، في عندي ذوق فني. الأمهات يفضلن اقتناء كتب وألعاب ليبعدوا أطفالهم عن مدار الأجهزة الإلكترونية وليتعلموا الاعتماد على أنفسهم، فإدمان بعض الأطفال على استخدام الأجهزة الذكية يسبب العديد من الأمراض الجسدية والنفسية والميل إلى العزلة. مش منطق انك انت تحرمي اولادك انهم يلعبوا، فبتحاولي قدر الامكان الموازنه، فانت هيك بتامني لهم لعب امن هادي متوازن، خلينا نحكي بشكل اوضح انها تكون متوازن، وبنفس الوقت هذا اللعب بشد عدنيهم، بشد عينيهم، بشد حواسهم، ايديهم، بحاولوا يحكوا كمان اللي هم شافوه.
وتبيع غالية كتبها بما بين 35 و 65 دولارا حسب عناصر الكتاب والتقنيات المستخدمة في عمله. أما هدف الكتاب التفاعلي فهو العمل على تقوية عضلات الطفل وتطوير مهاراته من خلال التنسيق ما بين العين واليد، وتعليم الطفل على النظام وبعض فعاليات الحياة اليومية بصورة مبسطة وممتعة، كما يهدف إلى إشغال الطفل عن وسائل التكنولوجيا. تعيش المعمرة الإيرانية فاطمة نوروزي في محافظة خراسان رضوي، ويعتقد أنها أكبر معمرة على قيد الحياة في العالم مع بلوغها عامها 22 بعد المئة. وقالت فاطمة أنها أكبر شخص تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا. عصرت إنشاء أول برلمان إيراني، وكانت شاهدا على التدخل الروسي في شمال البلاد. إنها المعمرة الإيرانية فاطمة نوروزي التي يعتقد بأنها أكبر معمرة على قيد الحياة في العالم مع بلوغها عامها 22 بعد المئة. تم التعرف عليها بعد تطعيمها باللقاح المضاد لفيروس كورونا. المعمرة فاطمة التي ولدت في 23 من ديسمبر من عام 1899 في مدينة تربتجام شمال شرق إيران، وبالرغم من معايشتها للأوبئة التي ظهرت طوال حياتها كالإنفلونزا الإسبانية والكوليرا وأخيرا فيروس كورونا، إلا أنها لا زالت تتمتع بصحة جيدة. ما بعمر خب زندگی خوما اجهمتي هم خونتي. خلال كل هذه السنوات في حياتي عشت حياة قاسية وصعبة، لم أذهب إلى أي مكان آخر غير هذا المنزل لفترة طويلة، وأنا غير متعلمة، لم أخرج من المنزل، وإذا حدث شيء ما في العالم فأنا لا أعرف عنه. بحنين تتحدث عن الماضي رغم الظروف القاسية التي عايشتها، وتعيش فاطمة التي تزوجت قبل قرن من الزمان مع ابنها عبد الواحد حاراتي الذي يعتني بها. كانت الحياة في الأيام الخوالي جيدة كما كانت عليه، كان الناس والمسلمون يأكلون ما عندهم ويشبعون، ولو لم يكن لديهم شيء لا تحملوا الظروف ورضوا بقضاء الله، لكن الحياة الآن مختلفة تماما عن الماضي. ولم يعد بإمكان المعمرة التي عاشت لترى أحفاد أحفادها مقابلة أقاربها بانتظام منذ أن بدأ فيروس كورونا بالتفشي. ووفقا لسجلات رسمية فإن أكبر معمر تم التحقق منه بشكل مستقل في التاريخ المسجل كانت الفرنسية جين كالمينت التي توفيت عام 1997 عن عمر ناهز 121 عاما. بادرت سيدات إيرانيات إلى خرق الحظر من خلال تعليم بعضهن كيفية قيادة الدراجات النارية وتنفيذ حركات استعراضية خطيرة في مدرسة لتعليم القيادة في العاصمة طهران. لنشاهد معا. في تحد للحظر المفروض على قيادة المرأة للدراجات النارية في إيران، بادرت سيدات إيرانيات إلى خرق الحظر من خلال تعليم بعضهن كيفية قيادة تلك الدراجات وتنفيذ حركات استعراضية خطرة في مدرسة لتعليم القيادة في العاصمة طهران. ويحظر على المرأة الإيرانية الخضوع لاختبار القيادة للحصول على رخصة قيادة دراجة نارية، لتحرم بذلك من قيادتها ضمن الإطار القانوني، إلا أن هذا لم يمنع بعض السيدات من قيادة الدراجات النارية بل وتنفيذ حركات استعراضية داخل أسوار المدرسة. أتمنى أن يسمح للنساء بقيادة الدراجات النارية بحرية يوما ما، وأن يمنحونا رخصة لقيادتها ضمن الإطار القانوني.
وبذلت علي زادة أقصى جهدها لافتتاح مدرسة موتورا موز لتعليم ركوب الدراجات النارية في طهران لتعليم السيدات كيفية قيادة الدراجة النارية والقيام بحركات بهلوانية على متنها. والجدير بالذكر أن عدد النساء اللاتي يقودن الدراجات النارية في العلن قد زاد في السنوات الأخيرة بعد أن كنا يتنكرن ليتمكننا من قيادتها. وتأتي هذه الزيادة في العدد لحاجة اقتصادية أو ترفيهية، كما تعد أحد وجوه التحدي للقيود والعادات السائدة في المجتمع الإيراني. ختام الحلقة، إلى اللقاء.